من بغى يعرف مدانا وين ويسمع ردنا ما لنا آخر غير ملابسنا أهم شيء عندنا الالتزام بالوقت لأن لا تأخرت يمكننا خبيبة اليوم جاتنا خبرية مرة حلوة شاري وش الخبرية؟ يوسف مسرحية جاب ميدالية سلام هذه أول ميدالية سعودية ألف مبروك لأخونا يوسف مسرحي الذهبية عقبال الباقين إن شاء الله بشر 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 حسين الحاج ميدالية برونزية مبروك مبروك يا حسين والله كفو والله كفو هلا بالأبطال جاء الخير بدأ يصب يقول إذا جاء الخير يجي جميع المملكة من قوها يضرب لها يا صباح الخيرات أصبحنا أصبح الملك لله الحمد لله ولا إله إلا الله والله عبد صباح الخير صباح النور كيف أصبح ممتاز الحمد لله كيف النومة ممتازة والله يا أخي ما لاحظت إن ندخل عميق بالنومة كانت نومات كل يوم صح إيه والله النومة صراحة الحمد لله يا ربي لك الحمد الحمد لله الحين قاعدين ننتظر يا هلا يا هلا يا هلا صباح الخير يا اخي متفقين انا اتفقنا انا وياك انه ما نتفق بالتيشيرتات مختلفين يا اخي ليه بس على القليل انت نفس لوني ايه نفس اللون بس فرق التيشيرت لا لا انت اصلا محلي هذا الفرق انك انت محلي تيشيرتك اصلا انا مسكين يا حبيبي طبعا رمزي يحاول يدفع طبعا عشان تيجي تدفع شيء هنا يبغاك تدخل ابلكيشن علي بابا وما ادري علي شيء ويلا عاد انت ولين يدفع ابشر ابو حمد قاعد يترجم عشان يقول لنا انا بدفع حق الايس كريم العافيه صباح الله عافيك طبعا العيال طلبوا من ابو ليلى قهوه وين تاخر قال خلاص خروا عنا صباح الخير والله خير يا كثر خير يس كيف كيف يا سلام ضبط الجو والله توي صاحي تدري نبغى نروح عنك وتسوي قهوه يقول لك ليش رحت عنك راح يسوي الفريق قهوه شباب عاد الحين قهوه تركبون كفو كفو تفضل 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 نايمين احنا وقت اطيح لا انت نايم تكلم عن نفسك رجال جود مورجن جود مورجن جود مورجن ما شاء الله تبارك الله خنط الغش من الإماراتي السلام عليكم كيف الحال يا شباب ريدي فول غاز الله بس والله هذا علم مره كويس والله مزبطين مزبطين الشغل خلينا نشوف صراحة عجبتني فكرة الإمارات العالم يبينا نجيبه ونحطه في النص هنا عشان يصير زي كذا رجعنا طبعا خلصنا من الاسطبل رجعنا نريح نتغدى ان شاء الله بعدين نرجع مره ثانيه وعلى احوال الطقس ابشركم الحمد
الحمد لله. الجو مرة حلو، الله يتمم إن شاء الله. ويقولون يقولون يقولون إن يوم يعني يوم المباراة النيشنز كاب يكون حر، الله يستر. إذا الجو كذا أبشروا والله بالخير، إن شاء الله أبشروا بالخير في كل الحالتين، بس يعني الله يسهل. تضوي نجوم وما وصلنا حدنا، ومن بغى يعرف مدانا، من بغى يعرف مدانا وين ويسمع ردنا، ما لنا آخر حدنا متن السماء، ما لنا آخر مدنا غيث. رجعنا للبطولة، طبعا عندنا هنا ميدان تسخين وهناك ميدان تسخين المباراة، هذا فلات ورك يعني بدون قفص، وهذاك القفص تسخين، وهناك ميدان المباراة. بس الحين مخلين هذا القفص وهذاك الفلات ورك اللي هو التشغيل الأرضي بدون قفص عشان قبل تبدأ المباراة. هذه اللي قلت لكم عليها تتذكرون، اللي هي تبريد الخيل قبل لا يدخلون. شوفوا شو مسوين، الفكرة خرافية. طبعا حط طيب مراوح حين تبريد وكلها فرضات، تشوفون شوف الرضات قاعد يطلع، بس الحصان يدخل من هذه المنطقة يتجمد ويطلع جاهز. طبعا وش مسوين لهم برضو، حاطين لهم هذه، تاخذ هذه وترش على الخيل لما يكون الجو مرة حار. العجيب في الموضوع، تخيلوا هذا الثلج صار له فترة، يعني مو بثلج عادي، يعني صار له وقت مرة طويل، يعني يقعد مثلا 6-7 ساعات نفس الثلج هذا. تشوفون هذه الأربع حبات تطول مرة ذوب، واضح ان نوع معين من الثلج اللي يقدر تعايش المويه بارده تبرد على الخيل، وهذا كله اسطول مويه عشان يروشون فيها الخيل، بس يدخل الحصان هنا يبرد. هذا وهذيك منطقه الاندور برضو ارينا ثانيه. صراحه البطوله مرتبه للامانه، يعني من ناحيه الاسطبلات، من ناحيه الفاسيلتيز الموجوده شغل عدل، باقي الذهب بس وتكمل. هذه سيارة النقل عشان ينقلون فيها الهيل برسيم إن شاء الله. شوفوا بس حاطين كرسي ودعاسة عشان ما ياخذ مكان وياخذ زحمة، حلوة الفكرة الصراحة. هذيك سيارات الإسعاف، شوفوا أصلا عشان تصير سريعة شوفوا يسحبونا بيش. طبعا سيارات صينية مو بسوبارو. هذه منطقة الاسطبلات، هنا يمشون الخيل دار مدار الاسطبلات لين آخر شيء، تشوفون وين لين هناك. في كل مكان في هذه حقة التعقيم، بس شوفوا كيف خفيفة لطيفة، أصلا ما تدري إن في شيء تعقيم. شوفوا الليفل تقريبا نفسه، فالخيل ما تعثر ما تطيح، تدعس عليها بدون ما تحس. تشوفون شوفوا الخيل عقمتها وما حست. عجبتني صراحة كيف اهتمام في أدق التفاصيل. طبعا مو بس مدخل الاسطبلات، حتى مدخل الاسطبلات نفسها موجود واحدة ثانية، شوفوا كيف ما تحس فيها. أبشركم خلص يومنا يا رب الحمد كل خير. طبعا آخر يوم كمية الهدوء مو طبيعية، صباح حركة وفعاليات والباص والشباب متحمسين، آخر يوم نكون طافين. طبعا خلاص خلصنا التمارين، خلصنا شيكنا على الخيل وراجعين إن شاء الله الهوتيل. يلا نغير نتحمم نلبس ونزل نتعشى ونام. بس صراحة اليوم شهر الحين، طالبنا من الشباب انه نبكر العشاء شوي، حطينا الساعة 8:30، قلنا نخليه الساعة 7:30 عشان يمدينا ننام شوي بدري، يعني لو نمنا 8:30 او 9 يصير يمدينا نصحى الساعة 6 الصباح ونصحى صحيح. الحين ما نشوف اليوم جوز وش اسمه احمد، صح؟ صح 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 صح. انا ما ظنيت صح صح إيه، لا مزح صحيح شباب. طبعا رحنا دفعتين لأنه في بعض الشباب جلسوا هناك باقي ما خلصوا، فرجعنا الدفعة الأولى وبعدين الدفعة الثانية بيجيبون مكان.